جيمينج طبعا انا مش عارف اقولكم ايه، متاسف جدا 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 على تاخير الفتره اللي فاتت. يعني انا اتاخرت حوالي شهرين كده. طبعا يا جدعان يعني قلت طب ما انا هنزل فيديو كل يوم جمعه، طب فين الفكره الجديده؟ عايز افكار جديده في القناه، عايز ابسطكم، عايز يعني بصوا حاجات تخلينا كلنا مبسوطين في القناه. ففي المستقبل القريب ان شاء الله هنضيف حاجات كتير، بس دلوقتي تحت الامكانيات اللي احنا هنعملها في القناه. طبعا انا قلت مش نفس الالعاب كل مره، بقى العاب تقليديه لازم نغير من الالعاب. فطبعا احنا في العاب كتير راح نلعبها الفتره اللي جايه دي. طبعا انا اسف، بصوا يا جدعان انا كنت بفكر في تعديل القناه، وبصوا كان ورايا حاجات كتير قوي، فيعني ما كانش وقت، كنت بحاول افضي لحد ما وصلت دلوقتي. تخيلوا شهرين بحاول افضي يا جدعان، فيا رب بس تقدروني. والله انا اسف، ونفسي انزل لكم 100 فيديو في اليوم الواحد، بس والله العظيم مش بايدي. عشان ما اطولش عليكم يا جدعان، فيلا بينا على اللعبه اللي احنا هنلعبها. قبل ما تعرف اللعبه هي، ما تنساش تحط لايك والاشتراك في قناه وتفعيل زر الجرس. اوعى تنسى تفعيل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار الفيديوهات اللي جايه. واللعبه باختصار عشان زي ما انتم شايفين كده لعبه سباق سيارات. طبعا دي الشخصيه بتاعتنا يا جدعان، فيلا بينا نخش نعدلها. يعني في الوان ممكن اسمع الوان، فخلينا يعني في حاجات كتير، بس احنا ممكن نحن نسمع مثلا بيدي يا راجل. طب خلينا نبدا. ممكن نغير اللون، حلو جدا كده، حلو. بس انا عايز ايه؟ لا ثانية ثانية، القفازات اخليها تنقش. بصوا يا جدعان القفازات يعني عايزها، ايوه بس خلاص. اما النار تكون زرق حمرا يا جدعان، بس خلاص هي دي كنت عايزها تبقى زرقاء، بس ايه فكرت قلت لا كده تبقى احسن. فطبعا يا جدعان زي ما انتوا شايفين كده، فيلا بينا نبتدي اول سباق لينا. يلا بينا يا جدعان، هنبتدي من هنا طبعا. اول شي بقى لينا، يلا بينا يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جدعان الطرق في السباقات انتوا عارفينها، فايه يعني في السباق مش قوي يعني، ف يا رب تكون احسن يعني، نكون كويسين في السباق يعني، عشان شكله صعب يعني. اسمع ايه ده، طبعا انا معرفش اتحكم انا كده، والله ما ينفعش غير التحكم. او لو احنا لسه اكيد لا في التحكم، فانا هحاول اغير عشان ايه طريقه اللعب دي مش هتلعبها. بس خلينا في السباق، انا خلاص المركز الثالث، هو المركز الثالث حلو قدام المركز الثاني والاول طاير هناك، بس انا هجيب العربية بتاعتي مش سريعة. لا ماشي ماشي وراها، ايوه اخدت المركز الثاني، عاش عاش ليا. يلا يا جدعان، طبعا انا مش هكسب في السباق ده غير لو انت كنت حطيت لايك دلوقتي، انت دلوقتي حطيت لايك، فانا دلوقتي بقيت المركز الاول. احيي بقيت المركز التاني، بص عشان تشوف اللايك، حط اللايك. يلا بينا يلا بينا، يا رب نوصل لنهاية السباق عشان انا ايه مش عارف اتحكم الصراحة. نهاية السباق فين؟ بس احنا المركز الاول ودي حاجة كويسة. بصوا التخبيط، مش عارف اتحكم الصراحة، انا محتاج زي الدريكسيون كده يا جدعان، تكون من جانب واحد الاشارات ده يا جدعان عشان اعرف اتحكم، لكن كده مش عارف اتحكم. بس خلينا مركزين اهو، النهاية خط النهاية المركز الاول، خط النهاية المركز الاول يا جدعان، وخلاص خلصنا السباق في المركز الاول. يا سلام، اول سباق ليا المركز الاول، دي حاجة كويسة جدا. يلا بينا
لا هدور بجد عشان اغير التحكم. حلو، اخدنا شويه كوينات حلوين. ده اعلان طبعا اللعبه، بعد ايه بقى لازم هيكون في اعلان للعبه. يلا بينا نشوف الاعدادات. اولي مفيش ديركسيون خالص، اني في كل دول ينفعني يعني. بصوا انا شايف ان دي احسن احسن واحده يعني فيه. فيلا بينا على السباق اللي بعديه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا يا جدعان. طبعا اللي حابب السلسله دي يكتب لي تحت في التعليقات، ولو لقيت التعليقات مش فعاله تعملي لايك. لايك هو اللي هيقول لي اكمل ولا ما اكملش، على الاقل يعني يا جدعان انتوا في البدايه، على الاقل 5 لايك. بصوا هو يعني بسم الله ما شاء الله يجي من دي برضه اللي عاملين القناه بيخرجوا بالالاف. انا عامله بقول لكم 5 لايك او 10 يعني، اللي تقدروا عليه تديهم يعني. بس الدعم والنقد العام، لان الدعم ده هو اللي هيحسسني وخليني اشوف ان انا ما نزلتش فيديوهات كل شويه. يلا يا جماعه احنا دلوقتي مركز الاول، هبدا بسرعه. يلا بينا. احنا المركز الثالث يا جدعان، ان شاء الله نبقى المركز الثامن. السرعة هو ايه الطرق دي؟ طرق صعبة يا جدعان، طرق صعبة. ماشي ماشي، يلا اقدر 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 حبيبي. المركز الثاني، المركز الثاني، تعالى المركز الاول، تعالى المركز الاول. يلا حبيبي 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 يا مدلعني. ايوه لا ماشي ماشي ماشي، هنقدر هنقدر. ايوه ايوه كويسين كويسين، قربنا قربنا من خط النهائي. عايزين نحافظ على المركز الاول. السرعة السرعة، طرق صعبة يا جدعان، طرق صعبة. هما بيسوقوا ازاي يا جدعان؟ هنا الخط النهائي، خط النهائي يا جدعان، المركز الأول للمرة الثانية على التوالي يا جدعان. ويلا بينا العربية دي، يعني هي اللي سريعة ولا عشان الأول كده هما بيسهلوها عليا؟ يلا بينا يا جدعان، برضو هنجمع شوية كوينات حلوين. جمعت المباراة 34 كوين. في إعلان يا جدعان، ويلا بينا. احنا كده خلصنا نجمتين في كل واحد حلو، معانا 6706 كوين حلوين يا جدعان. فيلا بينا نخش على السباق اللي بعديه يا جدعان. طبعا اللي متحمس زي كده اضغط لايك واشترك، بس اهم حاجه اضغط لايك علشان تديني حماس ان انا انزل اكتر. يلا بينا. هو انا ما ينفعش اغير الكاميرا دي، ما ينفعش اغيرها. ايوه كده كده يبقى في حماس اكتر. كويس 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 كويس. انا طبعا هخبط بعربيتي جنبي عشان ابطئها، طبعا ده حاجه لسه يعني مش عادي، انا لسه في البدايه، فعايز اجمع شوط كوينات في نزول المركز الاول، لان اكيد في المستقبل هيكون في اصابه عاليه. عايزه اجمع شويه مراكز كده حلوين في الاول، بغش من غير غش بقى، بس المهم ان انا اكسب. المركز الثالث بقى كده، المركز الاول والثاني طويلين بس هعجبني، اتوقع ممكن اجيب المركز الثاني ان شاء الله بعد المركز الاول. انا جبت المركز الثاني تقريبا كده، انا جبت انا المركز الثاني. يلا بينا بقى المركز الاول، يا ريت نجيب المركز الاول. ايوه خلينا ايوه ايوه بس المركز الاول هو قدامي يا جدعان، هجيبه ازاي ده؟ بصوا بقى مش هشيل ايدي، مش هشيل ايدي يا جدعان من عليا. يلا حبيبي حبيبي المركز الأول. يلا بقى عايزة أسيبه وأنا بيعمل.
جدعان والله اللي متحمس شبه هيدا في لايف يا جدعان، متحمس جدا، اللعبة حلوة. يلا خط النهاية. قربنا يا جدعان، قربنا من خط النهاية. يلا هو قربنا يا جدعان من خط النهاية، خلاص خلاص. النزلة دي بس عايزة اتقفل شوية عشان ايه معملش حاجة، وعشان انا لو انا بقلل من سرعتي بس وممكن يجيبوني، بس برضو لو انا اتخبطت سرعتي تقل اكتر. يلا خط النهاية، المركز الاول للمرة التالتة على التوالي يا جدعان، المرة التالتة المركز الأول على التوالي. اللعبة حلوة جدا، اللعبة حلوة، اللعبة حلوة حلوة يعني. زيت من الإعلانات يا جدعان. يلا وخلصنا كده المرحلة الأولى. طبعا نفتح هنا 2000 كوين حلوين، وفتحنا التحدي اللي بعديه عربية تانية خالص. ايه ده تصدقوا انا ممكن اغير لون العربية؟ وغيروا ايه يا جدعان؟ طب خليه زي ما هو، في المستقبل ان شاء الله لما تجيلنا عربية محترمة يا جدعان نلونها ونظبطها. طبعا زي ما انتوا شايفين انا عايزة اقولكوا بس ان انا ممكن اغير العجل والحاجات اللي زي كده. مثلا العجلة اهو، انا مثلا هختار اعلى عجلة فين بقى كوين كويس يا جدعان. نزلنا اه بس كويس. وهنا ده ايه ده؟ ده لون الازاز ده تقريبا. اه والله لون الازاز. نخليه على بوق، نخليه برتقاني يا جدعان، برتقاني يا جدعان. ايوه بس خلينا كده. يلا بينا، طبعا اللي متحمس يضغط زر اللايك يا جدعان. ويلا بينا نطلع ونخش على السباق اللي بعدي. العربية دي شكلها سريع يعني، سامعين؟ اسمع الصوت. عايز اغير الكاميرا بس عشان انا منطلقة سرعة عالية، اعدي بس مركز الخامس ده. لهو العربية سريعة اوي يا جدعان، وفي تقطيع بس ماشي عادي. بس هنا مركز الربع، حلو 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 مركز الربع. يلا مركز، احنا على يعني ما عندناش ان احنا لازم نجيب المركز التالت على الاقل عشان نكسب التحدي ده. فوتو في مركز تالت، نزلت مركز الربع. ايه ده المركز الرابع؟ المركز التالت هو اللي حلو. طبعا هما 6 مراكز بس المركز التالت. نزلت المركز الخامس، بس بقيت المركز التالت. حلو المركز التاني والاول هناك، انا خايف حد منهم ولا لا. بس في تخبيط، انا عايزه اجيب التاني بس يا جدعان. هو انا طبعا عايزه اكون المركز الاول بس هتكون صعبة شوية. انتوا شايفين العربيات اللي قدامي سريعة قد ايه، بالذات المركز الاول. ايه بجيب بقى المركز التاني؟ ايوه المركز الاول قدامك. حلو ممكن اجيبه، جبته؟ لا هو مكمل يا جدعان. لا المركز الاول مش مستغني عن مركزي خالص، بس انا بحاول معاه. لا بس سريع اوي، عربيته سريعة مش عارفة اجيبه، بس على الاقل اخدت المركز التاني. مش وحش المركز التاني، لا والله جبته. اه بس هو جنبي تاني، مشكلة في اللفة دي يا جدعان بتبطلني. بس لا حلو 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 اهو يا جدعان، بقى بتتكلم بسرعة. يلا حلو جدا، حلو اوي. خط النهاية، خط النهاية ومركز الاول يا جدعان على التوالي،
قعدت حوالي بص 4 مرات ورا بعض المركز الاول. والله اللعبه اسطوريه. لا اللعبه اسطوريه. 672 كوين حلوين، كويس جدا. فا جدعان احنا اخر سيارة اهو جدعان عشان متقولش عليكم. بس لا بصوا هو مش هغير الكاميرا على طول. اه صح، ما هتكون كفاية زي ما انتوا شايفين كده. هنا كده يا جدعان غيرتها بسرعة. يلا بصوا يا جدعان الأجواء حماسية. هو تقريبا راسمني خط الأخضر ده علشان أمشي عليه، علشان ايه سوريشي متبطلش، فأنا همشي عليه. المركز الخامس اهو يا جدعان، طلعت مركز. المركز الرابع بقى كمان طلعت مركزين. لازم اجيب التالت عشان يا دوبك اضمن الفوز. لو المركز الرابع هعيد التحدي طبعا على معلوماتي يعني. حلو حلو، بقيت المركز التالت ضامن كده الفوز. يعني هو المركز التالت تضمن الفوز، وبعد كده تحاول ان انت ما تكسب بمركز حلو. نزلت؟ لا. المركز التاني والله يا يعني بحاول اهو جدعان اخلص المركز الاول 5 مرات على التوالي ورا بعض يا جدعان اكون المركز الاول. لا والله شكلي اكون المركز الاول، وبقيت المركز الاول. ايوه يلا بقى. الله بصوا الاجواء، بصوا صوت العربية سامعين. يلا اهو قربنا كده. انا مش هخط اسمه ده الاخضر علشان ايه مبطئش. كويس اوي. لون خط النهاية. لا تركيز ومركز الاول ده لان هما بعيد عننا بكتير. انا سايق على سرعة كام؟ انا خط النهاية. بصوا يا جدعان المرة الخامسة على التوالي المركز الاول. يلا بقى يا جدعان بصوا اهو قدام، ما تنسوش بقى في اللايك وشارك نفسك في الفيديو والجرس. المركز الاول 5 مرات ورا بعض عشان خاطر عينكم بس. يلا بقى يا جدعان ما تنسوش بقى في زرار اللايك يا جدعان، فجروه فجروا زرار اللايك يا جدعان، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وطبعا دي نهايه حلقتنا، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش بقى برده باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تشوفك كل جديد ان شاء الله. ويلا سلام. لا استنى، انا لسه ما دوستش لايك ليه يا ابني؟ انا عامل كل ده واخد المركز الاول 5 مرات ورا بعض عشان خاطرك وانت ما بتعملش لايك؟ يلا اعمل لايك اهو. يلا سلام.